السلام عليكم. في ليلة 26 من مارس من العام 2015، في ليلة شديدة الغموض والسكون في صنعاء التي كانت الصدمة تخيم عليها بعد الانقلاب وسقوط الدولة، سيقظ الناس على دوي انفجارات أقل ما يمكن القول عنها إنها ضخمة وغير عادية. على شاشات التلفزة في ذات التوقيت ظهر الشريط الأحمر، إعلان عاصفة الحزم لدعم الشرعية اليمنية من خلال كيان عرف بالتحالف العربي بقيادة السعودية. في تلك اللحظة دخلت اليمن طورا جديدا من الحرب التي جاءت نتيجة لسبب اسمه الانقلاب والاجتياح المدعوم إيرانيا، من أول صرخة حوثية إلى آخر طائرة في مدرج مطار صنعاء الذي يمم شطره صوب طهران. العملية المسلحة التي تبناها الحوثي والمخلوع قوضت العملية السياسية التي كانت برعاية إقليمية ودولية، من المبادرة الخليجية التي جاءت بفعل ثورة الشباب إلى وثيقة الحوار الوطني التي تم التوقيع على ملحقها الخاص بالقضية الجنوبية. كان في هذه الوثيقة نص مفاده أن ممثلي المكونات السياسية الموقعين على الاتفاق يطلبون من مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذه، وكان ممثلو صالح والحوثي ضمن الموقعين على الوثيقة التي أودعت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. غير أن ثمة أسئلة لا تزال حاضرة في عاصفة الحزم بعد مرور عامين على إعلان التحالف العربي استجابته لطلب الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية. أسئلة تتعلق بتوقيت العاصفة، هل تأخرت؟ هل تمضي وفق المرسوم له؟ وماذا عن متغيرات ما بعد العاصفة وأبرز مخرجاتها إلى اللحظة؟ المساء اليمني يفتح اليوم وغدا ملفا خاصا بمرور عامين على بدء هذه العمليات، نناقش اليوم إرهاصاتها ونتائج ما قدمته إلى الآن. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. عندما يغيب العرب تحضر إيران، وعندما يحضر العرب تغيب إيران. هذه معادلة التاريخ السياسي والعسكري في المنطقة، منذ صراع القوميات على التجارة والسيادة إلى الصراع في عصر العولمة، عصر النفط والمجالات البحرية الحيوية. لا يمكن قراءة التدخل العسكري لقوات التحالف العربي في اليمن بمعزل عن السياقات التاريخية والجيوسياسية في البلد الذي دفع عبر التاريخ ثمن مواجهة المد الفارسي، عندما كان يدق ناقوس الخطر وحيدا على بوابة الجزيرة العربية. في اليمن حضر الخليج في المرحلة الانتقالية من خلال تقديم حل سياسي لبى الحد الأدنى من مطالب الثورة الشبابية، ثورة أطاحت بالمخلوع صالح وفتحت بابا واسعا نحو المستقبل بعد الانسداد الطويل. وجاء الانقلاب على العملية السياسية والشرعية ليحضر الخليج العربي مجددا لاستعادة ما تم الانقلاب عليه وفقا للأهداف المعلنة. حضرت إيران في المرحلة الانتقالية من خلال سفن الأسلحة ودعم ذراعها المسلح في اليمن لتهديد أمن اليمن والمنطقة، مستغلة انتقام صالح وخيانته لمصير اليمن والمصير العربي بشكل عام. بحسب مراقبين، جاءت عاصفة الحزم في اليمن نتيجة لسبب وثمرة غضب يمني عربي كان يتابع كل ليلة المنابر الإيرانية وهي تتحدث عن إسقاط العاصمة العربية الرابعة في قبضة طهران. في وثيقة حل القضية الجنوبية في الحوار الوطني نص مفاده أن ممثلي المكونات السياسية الموقعين على الاتفاق يطلبون من مجلس التعاون ومجلس الأمن اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذه. ممثل صالح والحوثي ضمن الموقعين على الوثيقة التي أودعت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وباستثناء الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين من قبل مقاتلات التحالف العربي، فإن عاصفة الحزم هي خلاصة المصير اليمني الخليجي، المصير الذي تعرض لتهديد وجودي من قبل النفوذ الإيراني المتواجد من خلال الانقلاب الذي ظهر من أول لحظة على هيئة خنجر في خاصرة الجزيرة. بعد مرور عامين تظل أسئلة عاصفة الحزم حاضرة في كل ذكرى بين ما تم إنجازه وما لم يتم، غير أن أهم مخرجات العاصفة إسهامها في تكوين جيش وطني يتأهل عسكريا كل يوم لاستعادة اليمن من قبضة لصوص الإقليم. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري وبكل الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. نبدأ أستاذ نبيل من
الآن مضى عامان من إعلان التحالف العربي استجابته لنداء الشرعية في اليمن، كان التدخل يهدف لاستعادة الدولة اليمنية التي تعرضت لانقلاب واضح من قبل الميليشيات. دعنا نبدأ بقراءة إجمالية لما تم خلال هذين العامين. في بدء الأمر دعني أقول أن عاصفة الحزم أو لحظة قيام عاصفة الحزم في 26 مارس 2015 كانت ربما هي اللحظة الثانية في تاريخ العرب على امتداد 20 على امتداد نصف قرن من الزمن بعد لحظة 6 أكتوبر المجيدة، هي التي أعادت نوعا من الأمل للعرب في إطار استعادة الكرامة واستعادة القرار السياسي الذي كان مفقودا في المنطقة العربية، ودفع بالمنطقة إلى الحضور مجددا على ساحة الأحداث باعتبار أن العرب لا زالوا يشكلون رقما بغض النظر عن كل الإخفاقات وبغض النظر عن حالة التفكك الذي أصاب الدولة الوطنية اليوم من العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى، لكن عاصفة الحزم دعني أقول وأكون يعني موصفا لطبيعة هذه اللحظة أنها كانت نوع من استعادة العرب لقرار سياسي كان مغيبا. هذا القرار السياسي الذي لا شك يواجه الكثير من التحديات والصعوبات على امتداد هذه الفترة ومستقبل هذه الفترة، بالنظر إلى أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن قرار عربي أو قرار سياسي مستقل عن المؤثرات والفواعل الدولية الرئيسية سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى روسيا أو على مستوى كل القوى الفاعلة والحاضرة في المشهد وفي هذه المنطقة، وبالتالي أتى عاصفة الحزم في خضم كل هذه المعوقات وكل هذه التحديات ليمثل نقلة نوعية للعرب في هذه المرحلة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه حينما نأتي لتوصيف أو لمقاربة إنجاز هذه اللحظة على امتداد سنتين لا شك أنه هناك إنجازات، هذه الإنجازات أيضا لا ترقى على مستوى التحديات لنكون أكثر قربا في توصيف أو دقة في توصيف ما حدث. يفترض أنه على امتداد عامين كانت تشكلت رؤية واضحة ودقيقة لماهية الصراع ولمآلات هذا الصراع ومستقبله في المنطقة العربية، لكن للأسف اليوم رغم أنه أيضا هناك إمكانيات كبيرة عربية بذلت في مواجهة التحدي الإيراني المتمثل بالانقلاب الموجود في اليمن، المتمثل أيضا بابتلاع الدولة في العراق وسوريا ولبنان أيضا، لكن أيضا نكون متفائلين في خضم هذه المرحلة ونقول أن هذه الانعطافة التي حصلت باتخاذ قرار المواجهة مباشرة مع إيران من خلال أدواتها الطائفية الموجودة في اليمن أو في غيرها من المنطقة يستدعي أيضا وجود رؤية متكاملة، لا يكون بحيث أنه لا تتحول عاصفة الحزم وتداعيات عاصفة الحزم إلى مجرد ردة فعل تنتهي بانتهاء ربما الخطر الكبير أو بمعنى آخر بانتهاء اللحظة التي أطلق فيها هذا القرار، وحتى لا يكون مجرد ردة فعل غير طبيعية. بمعنى آخر نحن أمام على مدى عامين تحققت أشياء كثيرة، لكن في خضم هذه الأشياء الكثيرة هناك أشياء لم تتحقق من ضمن هذه الأشياء أيضا. يعني دعنا ندخل إلى تقييم الأهداف التي أعلنت وما تم تحقيقه. أطلقت جملة أهداف من ضمن هذه الأهداف، والهدف المركزي الكبير هو استعادة الشرعية اليمنية. استعادة الشرعية اليمنية كان الباب الرئيسي للدخول لاستعادة الشرعية اليمنية هو إسقاط الانقلاب، هو تدمير القوى العسكرية التي كانت لدى الانقلاب، هو محاصرة الانقلاب ومحاولة جره إلى ميدان آخر وهو ميدان الاستسلام. حتى الآن من حيث ضرب القوى العسكرية لا شك أنه قطع شوط كبير وبمعنى تحقق شوط كبير من هذا الهدف، يعني نستطيع نقول أنه معظم القوى العسكرية التي كانت لدى الإنقلابيين تم تدميرها على مستوى القوى البحرية أو الجوية أو أيضا جزء كبير جدا من القوى البرية. ايضا في على مستوى الاقتصادي استسلمت او بمعنى فشلت فشلا ذريعا العناصر الانقلابيه والانقلاب بشكل رئيسي في اداره الملف الاقتصادي لحد كبير. سياسيا حققت عاصفه الحزم حصار سياسي في كل بكل ما تعني الكلمه، معنى لم يعترف احد حتى اليوم بالانقلاب وايضا ظل محاصرا سياسيا رغم وجود ايضا ثغرات كبيره لعبها من خلالها الانقلاب في التواصل مع الثغرات. من أهم هذه الثغرات هي المباحثات الأممية التي كانت تتم تحت غطاء الأمم المتحدة في كل جولاتها الأربعة والخمس جولات التي تمت من جنيف إلى يل إلى
الكويت إلى هذه اللحظة التي لا زالت قائمة حتى الآن. هذه اختراقات ساهمت في إيجاد تواصل سياسي دبلوماسي مع العصر الانقلابيين وتواصلهم مع المجتمع الدولي. يعني هذه يعني العملية التي تمت برعاية الأمم المتحدة سواء المشاورات السياسية أو المفاوضات السياسية، هناك من يرى أنها جاءت تنفيذا لقرارات دولية صدرت لصالح الشرعية اليمنية وليس يعني ولم تكن لمصلحة الانقلابيين كهدف معلن. هو كهدف معلن فعلا، يعني خاصة إذا ما نظرنا للقرار 2216 وكان هدف، ربما هو القرار الوحيد الذي استطاع توصيف حقيقة الأزمة في اليمن والصراع القائم، وهو مجرد توصيف دقيق لمسألة انقلاب وشرعية تم الانقلاب عليها. لكن إذا دقينا إلى صيغة القرار ويعني مطالب القرار، أنا باعتقادي أنه أفرغت كلها من مضامينها وتحولت إلى نوع من التاريخ الذي لا يمكن أن يستفاد أو لا يمكن أن يعاد مجددا، بالنظر إلى أنه كل القرارات التي لحقت هذا القرار أو بمعنى آخر كل المحاولات التي تم من خلالها تجميع طرفي أو تجميع الشرعية والانقلاب في إطار طاولة المفاوضات كانت كلها عبارة عن إفراغ القرار الرسمي والمركزي في تاريخ الأمم المتحدة تجاه الموضوع في اليمن والأزمة في اليمن من مضامينه الحقيقية، وهي مسألة إسقاط الانقلاب أو بمعنى آخر انسحاب الانقلابيين، تسليم الأسلحة. كل هذا أنا باعتقادي تم إفراغها من خلال جولات المفاوضات الكثيفة والتي لم تنجز شيئا حتى الآن، بقدر ما أنجزت اختراق للانقلابيين في مسار الأزمة في مسار وأروقة المنظمات الدولية والأمم المتحدة. أيضا لنكون أيضا واضحين فيما يتعلق بتوصيف ما الذي تم على المستوى السياسي، أنا باعتقادي أيضا كان صحيح لم يتم الاعتراف بالانقلابيين، لكن أوجدت لهم المباحثات ثغرات للتواصل مع المجتمع الدولي، واستطاعت أيضا أن تمرر بعض يعني تسويق مفهوم المظلومية ومفهوم أيضا التعاطي مع شرعية الأمر الواقع في صنعاء، والتعاطي معها فعلا حتى هذه اللحظة على أنها شرعية أمر واقع، وبالتالي هذا أثر على أداء بقدر ما كان انعكاس أيضا لوجود فشل في الشرعية، هو أيضا أثر أو بمعنى آخر عكس أيضا غياب رؤية أيضا تامة لدى التحالف العربي في أسئلة ماذا بعد. أسئلة ماذا بعد اليوم على امتداد عامين من القتال لا زال هناك أسئلة ليست واضحة أو طيب لا توجد لها إجابة. هذه الأسئلة تتعلق في الجانب العسكري أم في الجانب السياسي أم في الجانب تطبيع الحياة في الأرض؟ الجانب السياسي هو الأكبر بروزا اليوم، والأسئلة تتركز حول الجانب السياسي، بمعنى آخر لماذا تأخرت الحسم كل هذا الوقت رغم أن هناك معادلة عسكرية جديدة أو كبيرة تصب في صالح استعادة الشرعية. اليوم نحن على مشارف تدمير ما يقارب 80% من قوة الانقلاب، مقابل استعادة يعني ربما قطعنا شوط ما يقارب 60-70% من استعادة وبناء جيش وطني. هذا الجيش الوطني الذي يفترض أنه اليوم صاحب المعادلة رقم واحد أو الرقم واحد في الساحة العسكرية، حتى الآن لم ينجز المهمة التي أوكلت إليه. بمعنى آخر أيضا هناك أسئلة تدور، لماذا لم يتم إعادة دمج هذه المؤسسات أو بمعنى إعادة خلق عقيدة عسكرية واضحة لدى هذه المؤسسة التي هي عبارة عن كنتونات وعبارة عن جيوش صغيرة في إطار الجيش الوطني. حينما نتحدث عن جيش وطني ربما نحن من قبيل التفاؤل نتحدث عن جيش وطني موجود في بعض المناطق، لكن في حقيقة الأمر أيضا هناك إشكالية وسؤال جوهري ومركزي في حقيقة الجيش الوطني الذي تم إنشاؤه في المناطق الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأمن كعاصفة كالحزام الأمني كالنخبة الحضرمية. كل هذه الجيوش التي يتم تشكيلها أيضا أو الوحدات الأمنية والعسكرية أيضا لها يعني عقيدة عسكرية تختلف عن الهدف المركزي والجوهري تحت مسمى وغطاء الشرعية اليوم التي يفترض أن تكون صاحبة القول الفصل أو الرأي الأول فيما يتعلق بمسار وعقيدة هذا الجيش القتالي. طيب أستاذ نبيل، يعني أنت كاتب وباحث، لابد أن هناك تجارب مرت عليك من خلال تجارب مشابهة لحالات ما بعد حرب، هل كانت هناك تجارب أكثر يعني صرامة أو أكثر قدرة على تثبيت الأمن والاستقرار بداخل الأماكن المحررة أكثر مما يجري الآن حاليا في اليمن من خلال هذه التنظيمات التي تحدث؟ لا شك أنه فعلا يعني من الصعوبة بمكان تقييم حالة بلد في خارج من صراع أو لا زال قائما ومعلقا في أتون صراع لم ينتهي حتى اللحظة، يعني سيكون من الصعوبة بمكان الإجحاف والقول أنه
هناك فشل جوهري وكارثي وكبير في، لكن دعنا نقول انه يعني لم يتم او لا يتم الاستفاده من كل اخفاق ومن كل مرحله يتم تجاوزها. هناك مراحل تم تجاوزها في الحاله اليمنيه على امتداد سنتين ولم يتم الاستفاده من هذه الاخطاء. على سبيل المثال يعني مساله التشكيلات التي يتم تشكيلها في اطار المناطق العسكريه المختلفه وخاصه في المناطق الجنوبيه. يعني يتم انه هناك ننظر انه هناك حالات يتم فيها تحويل هذه المنطقه الوحدات العسكريه الى وحدات تتبع جهات معينه وتتبع افراد معينين يدينون بالولاء لهؤلاء الافراد او لهذا الطرف على حساب الولاء المركزي والجوهري هو الولاء الوطني للمؤسسه العسكريه الموحده. هذه اشكاليه خطيره ايضا تعرقل في مسار العمليات العسكريه او لها تاثير مباشر على سير عمليات العسكريه. فضلا عن ذلك وهناك ايضا عدم غياب يعني خليه ازمه او دعنا نقول غرفه عمليات موحده مشترك. غرفه عمليات موحده لكل الجبهات العسكريه، فنلاحظ هناك عمليات يعني على عكس ما موجود لدى الانقلاب. الانقلاب لديهم غرفه عمليات موحده يديرون كل الجبهات من غرفه عمليات موجوده في صنعاء، بعكس ما لدى الشرعيه. انا باعتقادي هناك تضارب في الاجندات او بمعنى اخر انفصام وانعزال بين غرف عمليات متعددة، غرفة عمليات مارب، غرفة عمليات الجنوب، غرفة عمليات تعز، يعني غرفة عمليات المنطقة الساحلية. كل هذا يؤدي لا شك أنه يؤثر في اتخاذ قرار عسكري متوازي ومنسجم في نفس اللحظة وفي نفس الهدف وبنفس الآليات والإمكانية. نعم. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ نبيل، مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل العواضي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. اهلا دكتور. دكتور، اذا يعني قيمنا الان عامين منذ بدء عمليات عاصفه الحزم والتحالف العربي في اليمن، بسؤال مباشر دكتور، ما الذي انجز على يعني الى حد هذه اللحظه على صعيد استعاده الدوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دعني افصح عن رقم قد لا يعرفه الكثيرون، وهو أنه آخر ما تبقى من الجيش الوطني الذي كان يتبع الحكومة الشرعية عندما قام الانقلاب لم يكن يتجاوز 3000 فرد. صار لدينا جيش وطني يمثل مختلف المناطق، قوامه يقترب من 100,000 جندي. هذه أول إنجاز من منجزات يعني هذا الجيش نشأ في ظل بعد عاصفة الحزم. الليلة كانت اليمن بكل مكوناتها في خبر كان. الشيء الآخر طبعا نحن لا يجب أن ننظر إلى عاصفة الحزم من زاوية اليمن فقط، وإنما من زاوية كونها أعادت للأمن العربي برمته كينونته ووجوده. يعني نحن سنأتي لذلك دكتور فيصل، لكن أقصد أنه يعني أحد الأهداف المعلنة هي إعادة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية من قبل الإنقلابيين، لذلك نحن ركزنا على هذه النقطة. نعم، الآن طبعا في صدد استعادة شرعية الدولة. لا ننسى الآن أنه حوالي أكثر من 85% من الأرض عادت للشرعية، والشرعية موجودة، لم يبقى إلا إقليم أزال وجيه بسيطة ممكن تطيرها في بعض المناطق. يعني حقيقة كنا قد فقدنا الأمل في أن لنا وطن وليس شرعية، لكن الحمد لله بعد أمانة بعد قيام عاصفة الحزم صار لدينا أمل، صار الحديث عن مستقبل، عن الدولة الاتحادية، عن أشياء كثيرة جدا كانت الحديث عنها في ظل اجتياح الميليشيات الانقلابية ضرب من طيب الآن برأيك هل يمضي التحالف العربي إلى يعني وفق الأهداف التي أعلنها بشكل واضح، خاصة عندما طلب الرئيس عبد الرب منصور هادي التدخل منه؟ التحالف العربي هو محكوم بأجندة الشرعية اليمنية، هدفه الوصول إلى إعادة الشرعية كما طلب منه الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما طلب التدخل. والتحالف هو مع أجندة الشرعية، سواء قبل إذا قبلت الشرعية بالحل السلمي واستعادة زمام المبادرة من خلال حل سلمي فالتحالف مع الشرعية في هذا الجانب، وإذا فرض الأمر أن الشرعية ستمضي في
الحل العسكري الى نهايته، فالتحالف العربي ملتزم بهذا الموقف. طيب الآن دكتور فيصل، المواطن يعيش كثير من ويلات الحرب، يدفع ثمنها ربما كل يوم. هل تأخر استعادة الدولة وتأخر تحقق الأهداف التي ربما يلمسها المواطن من الناحية الاقتصادية، من الناحية المعيشية، يؤثر لرؤية المواطن لهذه الشرعية وتقييمه لها بشكل عام؟ أولا، في آخر لقاء صحفي أجري اليوم مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من قبل صحيفة الرياض السعودية، هو وضح الأسباب التي تحول دون اجتياح صنعاء، والحرب منذ قيامها إلى الآن وهي تأخذ هذا المسار، هو أن هناك حرص على عدم سقوط ضحايا، ولنا أن نتخيل أن التحقيق التي رصدت أخطاء الحرب، يعني التحالف خلال العامين اللذين قضيا لم يرصد عليه إلا حالتين أو ثلاث حالات يعني كان فيها تجاوز. لو كانت الحرب يعني لو كان هناك تهور وعدم الحرص على حياة المدنيين لكانت حسمت الحرب تقريبا منذ شهرها الأول. اليوم الأخ الرئيس أوضح بأنه لا يعني صنعت 2.5 مليون، وهؤلاء قد يكونوا وقود لمعركة إذا تم اجتياح صنعاء مباشرة. يقول نحن نمارس الضغوط الآن بتطهير المناطق الساحلية وبإحكام الحصار على الميليشيات داخل صنعاء حتى نستطيع إسقاط صنعاء سلما، طبعا وبالتعاون مع المواطنين في أمانة العاصمة. نعم. طيب الآن أنت كررت ربما في العديد من تصريحاتك أن العام 2017 هو عام استعادة اليمن، على أي أساس بنيت هذا التوقع أو هذا التأكيد؟ أولا، نحن لا نزال في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، وبنيته على أساس أنه الآن سواء دول التحالف أو الحكومة الشرعية يعدون الخطط والبرامج إلى ما بعد التحرير، يعني وهم لديهم معطيات واضحة يعني في مسألة في يعني كي يسيروا في هذا الاتجاه، يعني في رسم برامج لما بعد التحرير، حتى إن رئيس الوزراء قال بالحرف الواحد في خطابه المعروف الذي ذكر فيه عدد من المشاريع التنموية، قال لن تكون هناك أي إمكانيات في المستقبل القريب مرصودة أو موجهة لدعم جبهات القتال، وإنما هناك إمكانيات للبناء على الأرض. وفقا لهذه المعطيات يعني ممكن ينبني أي رأي على أن الشرعية عائدة والدولة عائدة والانقلاب إلى زوال. أشكرك دكتور فيصل عواضي، مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. سأسأل أستاذ نبيل بكيري حول إيران ويعني الأهداف التي تحققت من جانب تقليل النفوذ الإيراني في اليمن وفي المنطقة، لكن قبل ذلك نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أستاذ نبيل، ربما الرئيس عبد الرحمن منصور هادي حذر مبكرا من وجود إيران ومن أهداف إيران في اليمن ونفوذها كذلك، لكن الإقليم هل استجاب بشكل متأخر لهذه التحذيرات قبل بداية عاصفة الحزم بشكل عام؟ لا شك أنه كان هناك تراخي كبير وعدم تقدير للعواقب وعدم تقدير لخطورة التمدد الإيراني في اليمن، وبالتالي أنا باعتقادي الآن ما يتم هو دفع حساب لسوء التقدير الذي حصل من الأخوة في الخليج العربي لمسألة التمدد الإيراني ووجود هذا النفوذ في اليمن منذ فترات طويلة. أين كانت ملامح هذا التهديد تحديدا؟ هذا التهديد كان واضح، أنا باعتقادي أنه الحركة الحوثية كانت هي عبارة عن الممثل الحقيقي أو بمعنى المؤشر الحقيقي لوجود النفوذ الإيراني منذ 2004 حينما بدأت هذه الحركة بنشاطها المسلح والتمرد على سلطات الدولة. في تلك المرحلة كان واضح أنه هناك لم تكن هذه
الجماعة عبارة عن تعبر عن 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 ذاتها بقدر ما كانت أيضا عبارة عن امتداد وجيوب للمشروع الإيراني في المنطقة. باعتقاد سوء التقدير في خطورة ومآل هذه الجماعة هو الذي أوصلنا لهذه المرحلة يعني. وبالتالي أيضا كان الخطر الكبير الذي تمثل بشكل كبير هو فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية التي كانت واضحة المعالم في مسألة الانتقال السياسي. لكن سوء التقدير أيضا صاحب هذه العملية التي كان مؤشرها بوضوح أنه جماعة الحوثي ترفض أي شيء يتعلق بالمبادرة الخليجية ورفضت هذه المبادرة، وبالرغم من رفض هذه المبادرة لأنه تم استيعابها فيما يتعلق بالقوى السياسية المتحاورة في مؤتمر الحوار الوطني في تكريس لمفهوم سوء التقدير لدى الأخوة في التحالف العربي وفي الخليج العربي. هذا السوء التقدير الذي أيضا دفع بهم إلى يعني غض الطرف عما يتم من تسويق لفكرة أنه يتم توظيف جماعة أيديولوجية عقائدية طائفية تعتبر امتداد للمشروع الإيراني في توظيفها في سياق صراعات ما يسمى بالثورات أو تصفية حسابات مع ما يسمى بثورات الربيع العربي من قبل بعض الأطراف في الخليج العربي. وبالتالي هذا السوء التقدير هو الذي أوصلنا إلى عاصفة الحزم وأوصلنا إلى الانقلاب المدوي الذي أسقط اليمن وحولها إلى تابع مباشر للمشروع الإيراني. طيب الآن بعد عامين من عمليات التحالف العربي في اليمن، هل تقلص النفوذ الإيراني فيها؟ النفوذ الإيراني تأثر كثيرا فيما يتعلق بعاصفة الحزم. عاصفة الحزم مثلت يعني تحدي كبير وربما يعني بمثابة حاجز صد كبير أمام المشروع الإيراني. لكن هل عاصفة الحزم قضت على المشروع الإيراني؟ هذا السؤال مبكر الحديث عن أنها استطاعت أن تنفذ كل ما يتعلق بالقضاء على النفوذ الإيراني. النفوذ الإيراني لا زال متمثل بالانقلاب، وما دام الانقلاب موجود وما دامت أطراف الانقلاب موجودة وهناك استعداد لتقبلها سياسيا في المرحلة القادمة، أنا باعتقادي سيظل المشروع الإيراني وسيتكيف مع أي مرحلة سواء على مستوى تحقيق انتصار عسكري أو انتصار سياسي. في كلا الحالتين سيظل المشروع الإيراني موجود في المنطقة العربية ما لم يتم القضاء على هذا المشروع من خلال ضرب كل المكونات التي تحمل هذا المشروع وتحويلها إلى مكونات مدنية تقبل بالحياة السياسية وفق المنهج الديمقراطي التعددي الشوروي الجمهوري في الحالة اليمنية. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ نبيل قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج، ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك سيادة اللواء. مرحبا أخي العزيز، حياك الله. أهلا بك سيادة اللواء. عامين على عاصفة الحزم، عمليات التحالف العربي باليمن، من الناحية العسكرية ما الذي تم إنجازه؟ على أي حال أخي الكريم، أولا شكرا لك ولقناة بلقيس ولضيفك أخي العزيز الأستاذ نبيل. أنا ربما سمعت آخر حديثه وهو حديث الحقيقة يعني منطقي ودقيق وجيد، ولعل ما نريد أن نقوله في الجانب العسكري أننا منذ عام كنا في عدن، كنا في يعني في داخل مأرب، كنا في أقصد في أطراف اليمن. اليوم نحن على يعني مشارف العاصمة، دعني أقول ربما لم نحقق كل ما نصب إليه وما نريد، ولكن في حقيقة الآن دعنا نقول أننا خطونا خطوات كبيرة في سبيل إسقاط أقل ما يقال المشروع الإيراني ككيان عسكري قادر على السيطرة على اليمن. اليوم المشروع الإيراني حتى لو استطاع أن يدخل في عالم السياسة كما قال الأستاذ، لكنه لن يستطيع أن يفرض بالقوة العسكرية سيطرة على اليمن مرة أخرى. أعتقد هذا أصبح من المستحيلات، ولعلني وصلت إلى نقطة ماذا حققنا كعسكريين أو كجيش وطني أو كمقاومة. حققنا الكثير وتبقى لدينا أيضا الكثير سواء في الجانب العسكري أو فيما بعد الجانب العسكري في تثبيت الجانب الأمني في المحافظات. طيب سيادة اللواء، دعني أعود إلى الساعات التي سبقت التدخل العربي باسم عملية عاصفة الحزم. هل كنتم تتوقعون حصول أمر مشابه؟ للأسف الشديد أكون غير دقيق إذا قلت لك أننا كنا نتوقع أي شيء. نحن أصبنا كقيادة عسكرية بحالة من الإحباط الذي لا يمكن تخيله. شعرنا بأن القريب والبعيد ربما قد تواطأ علينا. شعرنا أيضا بأن الجيش الذي كنا نحن أحد أفراده وأبناءه أصبح ينهار ويسقط في طون قيادة الفرد والطائفة وشلة بعيدا عن الوطن. الحقيقة كان الوضع ربما يعني مؤلم جدا. فلذلك تدخل عاصفة الحزم
أو تدخل إخواننا في التحالف، الحقيقة عاد أو أعاد إلينا نقطة الأمل وبريق الأمل الذي بدأنا نبني عليه، وبفضل الله تعالى نخطو خطوات ربما نتحسن لكننا سنصل إن شاء الله. طيب هذا أيضا يدفعني إلى التساؤل، ماذا لو لم يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خصوصا بعد سيطرة الميليشيات على السلاح الثقيل الذي كانت تمتلكه الدولة اليمنية، ما الذي كان سيحدث برأيك؟ أنا أعتقد أن أولا أي شخص وطني سننقسم في المحصل كجيش كقوات مسلحة إلى نوعين، أحدهم سوف يرضخ للأمر الواقع ولسياسة الأمر الواقع، والآخر ربما يتحول إلى عبارة عن نقاط مقاومة هنا أو هناك ربما تستمر سنين طويلة ولا يعلم ما هو مآلاتها. أما طبعا إذا لم تتدخل أو لم يتدخل التحالف العربي كان المشروع الإيراني استكمل طريقة سيطرته على اليمن كما تم السيطرة على العراق وعلى سوريا، وربما كان سينهي حتى الحرب في سوريا، لأن بذلك تكون العالم العربي كله رضخ للمشروع الفارسي الإيراني، ومن ثم لا تستطيع أن تتنبأ بماذا كان سيؤول إليها الوضع في ذلك الوقت. طيب سيادة اللواء، الآن الجيش الوطني الذي تشكل بدعم أيضا من الشرعية اليمنية بدعم وإسناد أيضا من التحالف العربي، تقولون أنه الآن يبنى على أسس وطنية، يقول أستاذ نبيل أيضا هنا أن هناك بعض الإشكالات التي تواجه هذه عملية البناء هذه، هل هذا الجيش هو الكفيل باستعادة الدولة اليمنية، تأمينها من أي اختراق مستقبلي؟ ربما وافق الأستاذ نبيل في أن هناك إشكالات، لكن بالمقابل كم نسبة الإشكالات مما نعمل اليوم؟ نحن كنا في إشكال كامل في جيش انتهى تماما وانحاز إلى الانقلاب وانحاز إلى الفرد وانحاز إلى الأشخاص وترك الوطن. اليوم إذا كان هناك نسبة الأخطاء أو في أعمال التنظيم والترتيب، وأيضا ربما البعض يريد أن يفرض له كيان وبقاء في هذا الجيش، أعتقد أنه لن يتجاوز 10 إلى 20%، لكن في المحصل الغالب العام نستطيع أن أقول لك في كل منطقة وفي كل لواء وفي كل محور أصبحنا نتواجد عموم المواطنين اليمنيين، وهذا بحد ذاته اعتقد انجاز كبير وطيب يمكن ان يبنى عليه. طيب سيادة اللواء، الان كانت هناك معلومات وردت على ان يعني نعود الى اليوم الان او ننتقل الى اليوم، هناك معلومات وردت في موقع الجيش صحيفة 26 سبتمبر تحدثت على ان صنعاء باتت وقصفت من قبل مدفعية الجيش الوطني، هل هذا الامر حدث؟ هذا الأمر أؤكد لك أنه حدث. دعني أقول لك بأن عندما تتكلم عن منطقة ضبوة في حدود منطقة أرحب، أنت تتحدث عن يعني كيلومترات تقريبا، كثير من الأسلحة الخاصة بالجيش الوطني الآن تستطيع أن تصل يعني 20 كيلو 22 كيلو، تصل هذه الأسلحة، ومن ثم أنا أؤكد لك بأن الخبر صحيح، وأن هناك يعني الآن تقرب في اتجاه مطار صنعاء الدولي، وبإذن الله نحن لا نستطيع أن نقول غدا أو بعد غد، لكن نقول أنها معركة الآن أصبح ربما الطرف الآخر يحشد لها كل ما يستطيع من آليته ومن قوته، ولعلكم تابعتم لقاءات المخلوع وحثه لبقية من يطلعوا للقتال حتى النهاية، وهذا طبعا يشكل صعوبة. أن تتحدث عن مناطق كثيفة السكان، تتحدث عن أماكن صعبة الحركة فيها لأنه هناك كتل بشرية وكتل أيضا من الأسلحة والذخائر. طيب كانت هناك أيضا من ضمن ما تابعناه، كانت هناك تصريحات لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحدث على أن المعركة في صنعاء هي يعني يفهم من الحديث أنها هي على الأبواب ويمكن حدوث هذه المعركة، هل هناك بوادر لشيء مشابه؟ ما أريد أن أؤكد لك وهو حديث ربما ما يمكن أن يقال للصحافة والإعلام بأن معركة صنعاء كما قال الأخ الرئيس هي فعلا على الأبواب، وهي تقريبا جميع القوات والآليات والمعدات في جهوزية كاملة، هناك ربما بعض الترتيبات لمحاولة إن استطعنا أن نخفف من آثار هذه المعركة. في تقديري معركة صنعاء إذا استمر الحال على ما هو عليه قادمة ولا بد أن تنتهي بإذن الله تعالى بحسم عسكري. اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك أستاذ نبيل، هل من نقاط للتعقيب عليها في حديث اللواء سمير الحاج؟
أنا أتفق كثيرا مع ما ذكره اللواء سمير الحاج، وخاصة فيما يتعلق بخصوصية معركة صنعاء. صنعاء ليست قرية يقطنها مجموعة من الناس، صنعاء مدينة آهلة بسكان يعني ما يقارب 3 مليون يمني يقطنون هذه المنطقة، من كل قرية في اليمن يعيشون في صنعاء. وبالتالي المعركة ستكون في إذا ما تحدثنا على مستوى معركة عسكرية تخاض في هذه المدينة، ستكون كارثة مروعة بكل ما تعني الكلمة معنا. لكن في المقابل أيضا هناك تساؤلات أيضا كثيرة فيما يتعلق بسير المعركة بهذا البطء في كثير من المحاور. معركة صرواح، معركة نهم أيضا، كل هذا يفرض مزيد من الأسئلة حول يعني ما طبيعة هذا البطء، لماذا هذا البطء في الوقت الذي يعني لا ينقص هذه القوات الإمكانيات بقدر ما ينقصها القرار السياسي. أو بمعنى آخر، مثل هذا التساؤل هو الذي يتبادر الكثير من المراقبين والمحللين في إطار أنه تقدم تضحيات كبيرة، لكن هذه التضحيات الكبيرة التي يتم تقديمها ليست الإنجازات التي تتم على الأرض بحجم هذه التضحيات. لربما أيضا يعني هذه يعني الأمور تمر على خاطر المواطن الذي يعني الشعب اليمني الذي يحس أن هناك في الأخير حاجة لوجود تحرك أسرع. يعني إذا ما قيمنا العملية من حيث الفائدة، عمليات التحالف العربي خلال العامين، من حيث الفائدة ومن حيث الأضرار، تقييمك العام لهذه العمليات الآن كيف؟ التقييم في المستوى في المجمل العام، إذا قيمنا العمليات، أنت إذا كنت تقصد بسؤالك تقييم عمليات عاصفة الحزم في المستوى الجوي أو العمليات الجوية التي يقوم بها طيران التحالف، أنا باعتقادي أنه إلى حد ما حقق كثير من الأهداف، وإلى حد ما أستطيع القول أيضا أنه هناك أهداف جوهرية ومركزية فيما مستوى المعركة لم يتم أو لا ندري طبيعة عدم استهدافها. يعني مثلا احنا نتحدث عن قيادات تتنقل في الجبهات للميليشيات وأيضا لكثير من القيادات المحسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، هذه القيادات موجودة في كثير من الجبهات أيضا لا يتم استهدافها بطريقة مباشرة. أيضا مثلا على مستوى المعركة الرئيسية والمركزية، أنا أعتبر معركة تعز هي معركة مركزية للتحالف العربي بالنظر إلى العمق الجغرافي أو العمق الاجتماعي والسياسي والثقافي لمفهوم الجمهورية التي والشرعية التي يتم استعادتها. لا توجد لها منطقة تحظى بهذا العمق أو بهذا القبول لمفهوم الشرعية وتقاتل من أجل الشرعية وقدمت قرابين من أجل هذه الشرعية مثل البيئة الموجودة في تعز. وبالتالي أن تترك مدينة كتعز للتخرصات والتكهنات والاحتمالات والتنبؤات، أنا باعتقادي أنه هنا سؤال جوهري يلقى على عاتق التحالف العربي. يجب أن نسأل هذا التحالف ما طبيعة سير هذه العام أو لماذا كل هذا البطء فيما يتعلق بتعز مثلا. باعتقادي الآن المعركة التي يحشد لها في صنعاء، أنا باعتقادي لو تم توفير جزء بسيط من هذه الإمكانيات التي يتم الزق بها في هذه الجبهة أو في هذه المنطقة، المعركة تعز أنا باعتقادي أنه تحرير تعز أو بمعنى كسر الانقلاب في تعز هو سيسهل مسألة حصار صنعاء وكسر الانقلاب في صنعاء وليس العكس. بالنظر إلى أنه يعني الإمكانيات البسيطة والمتواضعة التي كانت لدى المقاومة في تعز حققت إنجاز كبير جدا، إنجاز لم يكن أحد يعني أكثر المتفائلين تفاؤلا يتصور أنه يتحقق، أنه بإمكانيات بسيطة تم تحرير المدينة، لم يبقى إلا مشارف المدينة المحاصرة من قبل أكثر من 13 لواء عسكري. وبالتالي هذا السؤال الذي يجب أن يوجه للتحالف العربي، رغم الإمكانيات الموجودة، رغم كل الخطط التي يتم السماع الحديث عنها من قبل الأخوة في التحالف العربي ومن قبل الحكومة الشرعية. وبالتالي هذه التساؤلات أيضا طلع نوع من الاستفسارات والاستفهامات المحبطة للبعض صراحة وحقيقة فيما يتعلق أيضا بفصل المعارك الدائرة اليوم على الساحل الغربي وتعز. يعني يفترض أن هذه المناطق الساحلية هي امتداد لجبهة تعز، لكن اليوم نلاحظ أن هناك عملية تحرير بمعزل عما يتم في تعز، وبالتالي هي نوع من المغامرة التي غير محسوبة العواقب بالنظر إلى أنه الخط الفاصل بين تعز ومناطق الساحل هي مناطق جبلية تستطيع من خلالها أن تحكم سيطرتك على الساحل من خلال وجود قوة مدفعية في هذه المناطق، وهذه المناطق لا زالت خاضعة لسيطرة الميليشيات الإنقلابية. طيب استفسارك أستاذ نبيل دفعني إلى التساؤل حول هل يمكن تقييم عمليات عاصفة الحزم أو عمليات التحالف العربي وما تم خلال عامين في كل محافظة يمنية على حدة؟ لا شك أنه نستطيع أن نقيمها كل على حدة بالنظر إلى ما هو موجود على الأرض. نحن لا نستطيع أن نفترض شيء غير موجود، هناك
على سبيل المثال تحقق الكثير مثلا في محور مأرب والجوف، تحررت أجزاء شاسعة من الجوف، أيضا معركة الساحل ميدي وما حولها هذه تدور حولها كثير من علامات الاستفهام، يعني رغم أنه في أنا باعتقادي أنه الجبهة الوحيدة التي كان فيها الأعداد الكبيرة من التضحيات ربما هي قبل نهم في مستوى التضحيات التي قدمت وقبل صرواح أيضا، لكن لم نسمع عن تحرك كبير وخاطف رغم أن هذه المنطقة قريبة مثلا من خطوط الإمداد للتحالف العربي ممثلة بالحدود المملكة العربية السعودية. ما تحقق هو يعني الشيء الكبير، نحن لا نقلل من حجم ما تحقق عسكريا مقارنة بما كان قبل عام أو قبل عامين، يعني نحن أمام إنجاز كبير جدا، لكن الإشكالية تكمن أنه هذا الإنجاز الكبير جدا أيضا لا يتم الاستدامة والاستمرار فيه بنفس الوتيرة، مما يعني أنه كل ما تحقق من إنجاز وتباطأ بعد ذلك عملية الاستكمال كلما عادنا إلى الخطوة رقم واحد في كل مرحلة. يعني مثلا يفترض اليوم مثلا انطلاق مسألة الجبهة الموجودة في ميدي وقربها من منطقة الحديدة والتقائها مع القوى القادمة من المخا، لكن هذا لا يحدث على الإطلاق. أيضا معارك التي تدور في صرواح عليها أكثر من علامة استفهام، يعني رغم أنه هناك إمكانيات كبيرة متواجدة لدى الجيش الوطني ولدى التحالف العربي قادر على أن يحسم هذه المعركة، لكن كما قلت لك أن طبيعة العمليات العسكرية لا نستطيع نحن كمراقبين من بعيد أو كمحللين سياسيين أن نجزم لعدم وجود المعلومات الدقيقة عن سير هذه العمليات وعن إمكانيات الموجودة لدى الأطراف المتصارعة أيضا أو الأطراف التي تقاتل على الأرض. الآن على العمليات التي تتم في الحديدة وكذلك في صعدة وبعض مناطق صنعاء، هناك من يقول أن هذه العمليات تمثل الثلث الأخير من المعركة ضد الإنقلابيين في اليمن ويطرح ذلك بعد عامين من بدء عمليات التحالف، تتفق مع ذلك أم تختلف؟ أنا لا أتفق كثيرا مع مثل هذا الطرح بالنظر إلى أنه هناك أسئلة أيضا أو بمعنى آخر يجب أن نتحدث بكل شفافية ووضوح فيما يتعلق ب، أنا دائما أقول وأكررها ربما كررتها كثيرا أنه سقط الإنقلاب والشرعية لم تعد أو لم تأتي بعد الشرعية، بمعنى آخر أنه يعني النموذج الذي كان ينبغي أن تقدمه الشرعية في المناطق المحررة نموذج غير مقبول وغير مرحب به جماهيري شعبيا، بمعنى آخر نحن اليوم أمام أزمة حقيقية فيما يتعلق بمعاش ولقمة عيش الناس التي من أجلها أسميك شرعيا أو غير شرعيا. يعني ماذا ما الفارق بينك وبين الانقلاب إذا كنت أنا ضحية؟ بالأخير الناس تنظر إلى مصالحها، لا تريد من الشرعية فقط أن تكون مجرد علم ونشيد جمهوري وقناة فضائية ترفرف باسم هذه الشرعية. بمعنى آخر أنه الأسئلة التي يجب أن تطرح اليوم فيما يتعلق بما لم يوجد هناك إعادة قراءة لمسار الإخفاق والنجاح في مسار الشرعية وإيجاد تساؤلات حول مدى نجاح الفريق اليوم الذي يعمل في إطار الفريق الحكومي الذي يدير العملية، أنا باعتقادي أنه ستطول مسألة البحث عن انتصار سريع وعاجل فيما في على المدى المنظور. بإذن الله ستكون حلقة المساء اليمني الخاصة بملف عمليات عاصفة الحزم في الغد ستتناول هذا المحور، هي دعوة لك وللسادة المشاهدين لمتابعتها. أستاذ نبيل شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في الاستوديو. أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث كنت معنا اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. كما قلت لكم ستكون حلقة الغد هي المكملة للملف الذي تفتحه أو يفتح المساء اليمني بخصوص مرور عامين أو ذكرى عامين لانطلاق عمليات التحالف العربي بداية بعاصفة الحزم وما مر بعدها في اليمن. إذن بهذا نصل لختام الحلقة، في ختامها يتقبل تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.